اليوم في ليالي الكويت، الشيخ محمد جاسم البراك. مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة تجمعنا معاكم عبر شاشة تلفزيون الكويت وبرنامج ليالي الكويت. مساء الخير محمد. مساء الخير عبد الله، وتحية لكل من يتابعنا. اليوم عندنا شخصية استثنائية وضيف استثنائي، أكيد الكل فينا حب هذه الشخصية، واللي هو حقيقة فضيلة الشيخ، أنا ما راح أقول اسمه، لكنه هو أم بالمصلين، وهو يعتبر أو كان أصغر إمام، وكان مجموعة كبيرة من الناس تتزاحم للصلاة خلفه. من ضيفنا اليوم عند علي. مساء الخير علي. مسي عليكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم. وطبعا الشيخ ربينا وايد على صوته، سمعنا صوته وايد، كنا يعني لما نسمع التلاوات هذه يعني ما شاء الله لا اله الا الله. حي معانا الشيخ محمد البراك، حياك الله في ليالي الكويت. ويسلمكم ويبارك فيكم، وهذه الساعه المباركه اللي انا اتواجد فيها بين اهلي واخواني بالتلفزيون الكويت، ومبارك عليكم الشهر، وأسأل الله يتقبل إن شاء الله منه ومنكم الصيام والقيام يا رب إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إحنا راح نطلع معاكم مشاهدينا نشوف هذا التقرير الخاص بالشيخ محمد البراك ونتواصل معاكم. الشيخ محمد جاسم البراك، مواليد 1981. أول مرة أذن في مسجد مريم شاهين الغانم في عام 1990 وهو بعمر 9 سنوات. أما المصلين في أول رمضان بعد التحرير، وصلى الشفع والوتر عام 1991 بنفس المسجد. وأول مرة أما المصلين في مسجد الدولة الكبير ليلة 27 من شهر رمضان الكريم عام 1993. الشيخ محمد جاسم البراك الحين في ليالي الكويت. مثل ما عودناكم مشاهدينا، أي مشاركة أو تساؤل لفضيلة الشيخ محمد البراك، نتمنى الكل يشارك على هاشتاغ ليالي الكويت. حياك الله شيخ مرة ثانية، ودنا نرجع للبدايات ونشأة الشيخ محمد البراك، النشأة الكريمة، خصوصا أن يعني لقائك القديم كان قبل يمكن 28 سنة. اليوم أنت موجود في تلفزيون الكويت. أول شيء الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يا رب نكون يعني خفاف ظل عليكم وعلى المشاهدين، مع أن أنتم متوعديني قبل اللقاء بأسئلة، فالله يستر يعني من أسئلتكم. أنا بس قبل لا أبلش، ودنا يعني بس نوجه نصيحة حق يعني أهلنا وأحبابنا وناسنا، سواء في الكويت أو في الخليج أو في الوطن العربي أو حتى العالم، يعني بشكل عام. الابتلاءات سبحان الله هي اختبار من عند الله سبحانه وتعالى. إحنا حاليا نعيش في خلينا نقول جائحة أو محنة من المولى سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خصنا بهذه المحنة. هو يقول في الكتاب الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون. إحنا حاليا في اختبار. صحيح. أنت الحين لما تنحرم من الصلاة في المسجد، أو لما أنت ما تصلي التراويح أو القيام، أو حتى الفرض أنت ما تصليها في البيت، هذه ترى تكون غبنة في داخل النفس. الواحد يحس يعني بضيقة، ويعني خلينا نقول يعني تعب، شلون أنه يأذن المؤذن في المسجد ويقول صلوا في رحالكم. بس لما نشوفها بمنحنى آخر، ترى قد يعني الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا والله يعني أتكلم عن نفسي بصفة خاصة، من أمتع الرمضانات اللي نقول مرت علي. ليش؟ لأني أنا متجمع فيها ويا العيال وزوجتي ووالدتي، ونصلي مع بعض التراويح في البيت. هذه ترى نعمة. أنا يعني رمضانات يعني تدري القارئ يكون منشغل في التحضير والدعاء، وتجي له دعوة بهالمسجد أو يروح يسافر، وأنا يعني اللهم لك الحمد السنوات الأخيرة تجيني دعوات من السعودية أو قطر أو البحرين أو الإمارات، أروح أصلي هناك. نعم. فحتى أهلي ما أشوفهم وايد، خاصة في العشر الأواخر من رمضان. هذا رمضان سبحان الله يعني قد الله سبحانه وتعالى يكتب لك فيه الخير ويكتب لك فيه التوفيق، وأنت ما تحس بهالشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. احنا حاليا ما في
أفضل ولا أمتع ولا أحسن وقت أنت يعني فراغ تعيشه مثل هالوقت. صحيح. احنا عاده والله نبيك مثلا المحاضره الفلانيه او كذا او الدرس الفلاني او نبي مثلا تدش علينا في مداخله او والله تعال عندنا دعوه بهذا المكان او هذا المكان فتقول والله مشغول الدوام و الى اخره. انا دوامي بحكم قطاع خاص ما ادش البيت الا 4:30 فما في وقت انك تطلع وتروح. ما في احسن من هالوقت ان انت تنجز فيه. انا حتى يعني ان شاء الله مناقشتي للدكتوراه قريبه ان شاء الله المفروض هي تكون بشهر 5 او شهر 6 ولكن بسبب موضوع كورونا راح تتاجل الاحتمال الى نهايه العام. نعم راح نتكلم احنا عن تفاصيلها يمكن اكثر فضيله الشيخ، لكن يعني هذا رمضان والخصوصيه اللي ذكرتها حضرتك من خلال كلامك واسترسالك يذكرنا باول رمضان مسكت فيه الميكروفون وكانت البدايه معك بنفس الأجواء اللي تعيشها اليوم أهل الكويت في فترة الحرب. بالضبط، وهذه أنا رسالة أوجهها للوالدين، أوجهها للشباب وأوجهها للصغار، أن ترى الوضع اللي احنا فيه حاليا مثل بدايات محمد البراك اللي كانت في الغزو. ما كان في مدارس، ما كان في دوامات، الناس كانت في فراغ. ولكن اللي يفرق الوضع الحين عن 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 الغزو اللي هو موضوع الامن. اللهم لك الحمد، احنا حاليا نعيش في امن وامان واستقرار. حتى انتم جزاكم الله خير دزيتوا لي سياره للبيت واحنا جايين يمكن 7 نقاط تفتيش اساله وين رايح وشنو عندك وشنو كذا. فيعني اللهم لك الحمد الفراغ اللي حاليا نعيشه نعمه نعمه. وافضل وقت اذا الانسان يبي ينجز في قراءه كتاب، قراءه قران، تحفظ عيالك الاخلاق الاسلاميه، لو تقعد وياهم ما بين فتره وفتره او تخصص لهم ساعه. في بعض الناس يقول لك لا والله احنا الحين فراغ حفظهم القران كله. ترى مهما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ياله حنظلة فقال له نافق حنظلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فيقول نجلس عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة والنار حتى نراها رأي عين، كأن نشوف الجنة والنار. فإذا عافسنا الأولاد والأهل والأولاد نسينا كثيرا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لو كنتم عندي كما كنتم عند أزواجكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. احنا ما نقول يعني الساعة الثانية هذه فلها وافعل المعاصي، لا لا يفهمون الناس كلامي بمنحنى آخر، ولكن بالمباح يعني بالعكس العب ويا عيالك ونسهم، بس خصص فترة ان انت تحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. انا بداياتي كانت في الغزو، ما كان في 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 مدارس ولا كان في شيء. سبحان الله سألني نسيب ايش تحفظ من القرآن؟ قلت له والله ما احفظ الا الاخلاص وسورة الناس. نعم. قال لي اقرأ، فلما قريت كانت شوي في عندي جرأة، يعني كنت أرتل. فهو استغرب إن شلون هذا الولد الصغير ويرتل. شيخ محمد هذا بالغزو؟ بالغزو 90. حلو. كان عمري 8.5 سنين. حلو. فنادى الوالدة وخواتي وسمعوا، والوالدة قعدت تبكي تقول هذا محمد اللي فيه الشقاوة واللي كله هايت بالفريج ويلعب ويروح يطلع منه هذا. أنا اللهم لك الحمد يعني السبب هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل تعلقي بجدي رحمة الله عليه. الله يرحمه. محمد البراك توفى بعد الغزو بسنة. الله يرحمه. فلما يروح المسجد يقعد ما بين العصر إلى صلاة العشاء، وكان يقرأ القرآن، وكنت أنا أجلس وياه وأسمع شلون يقرأ القرآن. ومر يعني مرات يقول لي والله محمد سمع لي سورة ياسين، هو يحب سورة ياسين يقرأها، سمع لي سورة ياسين. فأمسك أنا المصحف ويقرأ، حتى قراءته كان يقلد فيها، وتأثرت أنا في هذا الشيخ عبد الله خياط الله يرحمه إمام الحرم الأسبق. فسبحان الله هذه هي السبب البذرة اللي نمت فيني هذه الموهبة. ومن بعدها انتقلت إلى اللي هو مسكة الميكروفون في 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 الغزو. شيخنا عندي سؤال بخصوص أول مرة أنت تقرأ وقدامك المايك، شنو كان الإحساس؟ تقدر تذكر هالإحساس؟ والله الإحساس الريول كانت ترجف، إنزين، وما كنت أدري هل أنا راح أكمل الأذان ولا ما راح أكمله. بس شوف هيبة الأذان مو نفس هيبة طبعا الصلاة. أكيد. أنا أول ما دشيت ومسكت الـ يعني قبل أصلا حتى قبل لا أمسك الميكروفون وأذن، واحد من شيبان المسجد الله يطول بعمره أو يرحمه إذا كان متوفي، قال لحظة منو هذا اللي يبي يأذن؟ فقال له نسيبي، قال له اسمع أذانه. يعني تخيل واحد كذي هذا طوله ويبي يأذن، يعني ردة فعله طبيعية طبعا. صحيح. نعم. فقال له اسمع أذانه، إذا ما عجبك ما راح يأذن مرة ثانية بالمسجد. فيوم أذنت وخلصت الأذان
فقال خلاص ما نبي احد ياذن المسجد الا ما شاء الله. فيعني هذه هي البدايه اللي يعني خلينا نقول هي اللي جرأتني لأول صلاة أنا صليتها في مسجد مريم شاهين الغانم. حلو. الشيخ محمد البراكة، برجع بعد للبداية مرة ثانية ولازلنا فيها إحنا أكيد. أنت بالفترة كنت شيطان، يعني بالفترة الوالدة الله يحفظها تقول أنك مو شيطان، يعني خلينا نغير المسمى نقول شقي. هي تقول ولا عرف الكويتين شيطان صاجي يعني مشاكس نوعا ما أو لا والله ترى شيطانتي بريئة، يعني ألعب كرة، يعني أطلع من العصر ما أرجع، يعني تخيل أول كرة ما كنا نلعب ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما نحط اعتبار حق الـ يعني الوقت أو شمس أو كذا، ما في قطعة اثنين يبارون قطعة ثلاثة، قطعة نعم. ثلاثة يبارون قطعة نعم. أربعة. شلون انتبهت الأسرة الكريمة أن ممكن يعني، أو أنت شلون انتبهت حق نفسك ممكن أنا عندي ملكة الحفظ، لأنك أنت قاعد تتعلم من جدك الله يرحمه ويغفر له، بعدين قمت تقرأ، طلعت بعدين حق الأذان، لكن الحين عندك مسؤولية كبيرة وهي حفظ القرآن، وهذا شيء مو سهل. شوف هذا توفيق أول شيء من الله سبحانه وتعالى، ومن بعد ذلك أنا نسيبي وهو اللي مسك بيدي بول حفظ للقرآن الكريم فيصل الحوشان، وهو اللي خلينا نقول شجع محمد أنه يحفظ القرآن، قال لي إذا تبي تحفظ القرآن، يوم أنا خلصت جزء عمه طبعا، ويوم يعني حفظت بعض الأجزاء، أنا أذكر آخر سورة ختمتها بيوم 25 فبراير كانت سورة قاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحان الله صحينا 26 فبراير وصاير التحرير، اللهم لك الحمد. الحمد لله. فتقريبا خلصت ما يقارب الثلاث إلى أربع أجزاء، وهذا كله فترة الغزو، فترة الأربع إلى خمسة أشهر، فهذا كله كان من التحفيز. والمسجد اللي كان عندنا كان أحد المتطوعين جزاه الله خير كان مسوي حلقة تحفيظ قرآن، وكان في متنافسين، هذا والله خلص جزء كبير من الحفظ، فأنا ليش قاعد واقف بمكاني وما حفظت وما مشيت ولا وصلت حق هذا المكان، مع أن أنا عندي القدرة أني أنا أحفظ وأقرأ وعندي هذه الاستطاعة وهذه الملكة. فسبحان الله تيسرت الأمور إلى أن صار بعد الغزو وبدأت في سورة يوسف. ليش سورة يوسف؟ وهذه حتى أنا رسالة أوجهها حق اللي ودهم يحفظون القرآن ودهم يتعلمون القرآن. سورة يوسف قصة من أجمل القصص، يعني الله سبحانه وتعالى لما نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول سورة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فتعلقت بالقصة وهي تعتبر من السور الطوال تقريبا، وسبحان الله حفظت أول سورة طويلة اللي هي سورة يوسف لتعلقي بقصتها. يعني أنا أروح حق أختي الله يذكرها بالخير أقولها قولي لي قصة يوسف، طويلة هي وماكو شغل، يعني بعد الغزو لحين حتى ما بلشنا مدرسة، فتمسك جزاها الله خير التفسير وتقرأ لي والله صار كذا وصار كذا وخذوه وقطوه بالجليب وبعدين يت قافلة وخذوه بعدين راح عند عزيز مصر والملك. فهذه سبحان الله شدتني لحفظ سورة يوسف. يوم خلص من سورة يوسف قال لي تبي تحفظ القرآن كله كامل بلش بأطول سورة اللي هي سورة البقرة، وكنت أحفظ في كل يوم تقريبا وجهين أو صفحتين إلى أن أتممت حفظ البقرة. فأنت إذا حفظت خلاص سورة البقرة هي الأصعب، فكل شيء راح يصير سهل عليك. وترى هذا يعني خلنا نقول أن أول شيء هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، وبعدين أتي القدرة الذاتية من الإنسان نفسه لما هو يحفظ القرآن، هل هو يقدر أنه يحفظ القرآن ولا ما يقدر يحفظ القرآن. إذا الإنسان حط له هدف بإذن الواحد الأحد رب العالمين راح يكتب له التوفيق وراح يوصله لهذا الهدف إنه هو يحفظ القرآن. ولا يصير ديدا الإنسان يقول إنه والله أنا ترى بحفظ القرآن ترى عشان بصير مشهور، عشان بصير والله قارئ معروف يعرفوني بين الناس. ترى يعني بالنهاية من الثلاثة الذين يدخلهم المولى سبحانه وتعالى في النار رجل قرأ القرآن حتى يقال قارئ، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. اللهم آمين. فالإنسان إذا خلى عنده هذه الـ 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 الهدف أو هذه الميزة أنه يوصل له بحفظ القرآن الكريم، رب العالمين راح يسهل له حفظ كتابه سبحانه وتعالى، وراح يوصله إلى أعلى المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضعه به آخرين. ترى محمد ما صار بينكم بهالجلسة هذه ترى إلا بالقرآن الكريم. ترى محمد ما وصل اللي وصل له من يعني علو منزلة ما بين أهله وناسه وأحبابه وربعه إلا بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم ترى والله لو نتدبره ولو نقرأ
يعني حق، ولو نرتله يعني ترتيله كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عملنا فيه ترى راح نلقى البركة وراح نجد الرزق والتوكل على الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات اللي احنا حاليا قاعد نعيشها. يعني احنا موضوع التوكل على الله ترى موضوع جميل، موضوع إذا دخل في قلب كل شخص، إذا دخل بقلبك يا محمد وأخوي عبد الله وأخوي أبو عبد الرحمن، ترى راح نجد المتعة واللذة والحياة السعيدة والرغد الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي ترى منهج الأنبياء، منهج الأنبياء والرسل جميعا. يعني النبي موسى عليه السلام، وقال موسى يا قوم إن، المولى سبحانه وتعالى يقول وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه شنو؟ توكلوا، إن كنتم مسلمين قالوا على الله توكلنا. إبراهيم الله سبحانه وتعالى يقول على لسان إبراهيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. التوكل على الله شيء كبير. نبينا يعقوب عليه السلام لما قال حق عياله، لما يوسف عليه السلام طلب أخوهم الصغير، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وأفضل وسيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، طبعا ذهب لها مهاجرا حزينا، يترك وطنه ويترك بلده ويترك أهله ويترك ناسه. صحيح. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودمعت عيناه، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ادخلوا داخل غار ثور، وصديقه ورفيق رحلته أبو بكر الصديق بكى من يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله، لأن كفار قريش مجهزين هدايا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. 100 ناقة يعني الحين شنو تعادل. فوصلوا للغار. نعم. وكانوا فوق الغار، فأبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى أخمص قدميه لرآنا لشافنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة يرد على أبو بكر، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فيعني هذه رسالة احنا نوجهها الى الجميع. هذه ان شاء الله ازمه وبتعدي، وترى من الازمات تاتي بعض خلينا نقول الخيرات. يعني صحيح. مثل ما ذكرنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتاتي بعض الامور اللي ممكن قد تكون لك خيره. صح. يعني انا حاليا بالبيت الله يحفظها الوالده يوميا تصلي معانا التراويح، وزوجتي وعيالي وحتى الخدم عندنا في البيت يصلون ويانا كلنا بالسرداب ونفرش ونصلي، واجواء والله حلوه وجميله. فيوم خلصنا 8 ركعات التراويح قلت حق ولدي جاسم، قلت له يلا ابيك الحين تصلي الشفع. شلون اصلي وشلون اصلي الشفع وانت؟ فيعني هذه حتى والله رسالة أنا أوجهها الحين حق الكل، خلوا عيالكم ترى علموهم على 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 قراءة القرآن وعلى الجرأة القرآنية خلينا نقول، أو الجرأة الدعوية اللي أنا يعني حاشتني وأنا صغير، خلوها بعيالكم. فيعني لما صلى وقرأ، أنا بيني وبين نفسي يوم كبر وقرأ وأمي موجودة وتسمعها، أنا قاعد أقول شنو شعور أمي وأبوي بذاك الوقت يوم صلوا وراي وأنا كنت صغير. سبحان الله. عمري ما تجاوز 12. يعني أنا بيني وبين زوجتي وعيالي وفرحت. نعم. فما بالك لما أنا أصلي وراي مئات الألوف يصلون. رسالة ولا أجمل منك أكيد، وإن شاء الله الكل يستفيد من هذه الرسالة من فضيلة الشيخ محمد البراك. نطلع ونشوف اللقاء مع الشيخ وردي مرة ثانية. اللهم اجعل بلادنا الكويت بلدة آمنة مطمئنة، وارزق أهلها من الثمرات. نحن في هذه الليلة نلتقي في ديوانية الرحماني الواقعة في منطقة غيان في قطعة 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل الإخاء. هذه الأيام طبعا نهدي لكم باقة من ورد وتهنئة
من القلب بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان. أنا في هذا اللقاء محمد البراك الذي اعتبر يمكن أصغر ضيف نقابله في برنامجكم رسائل الإخاء. رح فيك أبو جاسم في هذا اللقاء الطيب. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن وتجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما. شيخ شلون كان هذا اللقاء؟ لأنه أعتقد أنه كان سبب دخولك للمسجد الكبير. هو خلينا نقول سبب معرفة الناس بمحمد البراك. نعم. يعني جزاه الله خير دكتور نمسي عليه دكتور نجيب الرفاعي. نعم. سوى معي هذا اللقاء، وحتى يمكن ذكر مساء أن إحنا بداية دخول العشر الأواخر أنا كنت أصلي بالمسجد اليم بيتنا مريم شاهين الغانم. فقال إن ترى محمد يصلي إمام بهذا المسجد بالسرة قطعة اثنين كذا كذا كذا. فيوم خلصنا اللقاء ورحت أصلي بهذيك الليلة، ما أتذكرها والله أي ليلة، ولا ما شاء الله المسجد كان فل. حتى جزاهم الله خير المتطوعين بالمسجد راحوا مساي الثانية وخذوا زل فرشوهم برا ما شاء الله. هذه كانت أول سنة أنا صليت فيها. السنة الثانية جزاه الله خير أبو دكتور نجيب وقال ليش محمد ما يصلي في المسجد الكبير؟ يعني الناس قاعد تطلع برا وما في مكان، وقاعد نحط خيام في 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 حديقة المسجد ولا تكفي، والناس هم تصلي برا. أنا كنت صغير طبعاً وأسمعهم يسولف ويا الوالد يعني أهل المسجد اللي موجودين. فأنا أقول أنا يعني أقول بيني وبين نفسي المسجد الكبير كنت أشوفه بس، وكنت أتمنى أني أصلي فيه كحلم كمأموم، تبيني أصلي فيه إمام؟ فأنا ممشي الموضوع يعني مستمع. وسبحان الله تلقينا اتصال من المسجد الكبير أن نبي محمد بس يجرب السماعات. أوكي، رحنا صلاة العصر صلينا هناك وقريت، وكانوا يعني هم الموضوع ما كانوا يبون يجربون سماعتهم، يبون يشوفون محمد ووضعه مع الميكروفون. هل هو باستطاعته أن يصلي ويشوف هذا مو الكم، هو كان وقت صلاة عصر، هل هذا الحجم الكبير للمسجد الضخم هل محمد عنده القدرة والاستطاعة؟ وأنا اللهم لك الحمد سنتين كانت عندي خبرة أني أصلي بالناس. فأول ما صليت وانتهيت بعدين يا اتصال الله يذكره بالخير أبو حمد وليد الفاضل وقتها كان مدير المسجد، قال ترى صلاة ليلة 27 راح تكون في المسجد الكبير ومحمد هو اللي راح يأم الناس. أنا طبعا صغير وعمري تقريبا 12-13، قلت لهم أنا ما أقدر أصلي 8 ركعات كلها. فجزاه الله خير الشيخ دكتور ولي صلاح الراشد، هو صلى معي أول 4 وأنا صليت آخر 4 مع الشفع وال. ليش ما كنت تقدر شيخ وأنت ما شاء الله؟ كنت صغير وكنت أنا خاف، كنت أخاف لما أنا طبعا حتى صلاتي بالمسجد اللي يم بيتنا ما كنت أصلي 8 كلها. ما ممكن. لا كان الله يذكره بالخير اللي قدمني أول إمامة للمصلين محمد النفيسي أبو عبد الله. نعم. هو اللي قدمني كان يصلي أول 4 ركعات وأنا كنت أصلي الآخر 4 ركعات مع الشفع والوتر. وبعد يعني هذه الليلة شيخ يمكن يالك اتصال من الديوان الأميري. اي نعم الله يرحمه يعني امير القلوب الشيخ جابر بعد هذا بعد هذه الصلاه. انا ما كنت ادري انه هو حتى كان حاضر حتى الصلاه هذه، فرحنا له وقابلته وحبيت يعني حتى يوم قال لي الوالد ما صدقت. انا قلت انا الشيخ جابر يعني رحمه الله عليه كنا نسميه بابا جابر. نعم. هيبه ويعني كنا نشوفه بالتلفزيون بالاخبار وتحس بفرح وناسه، فما بالك انك بتشوفه يعني على الطبيعه. والله لك الحمد يعني قابلته وكانت هذه المقابلة خلينا نقول يعني نبراس لطريق محمد البراك. يعني كان يقول لي يا ولدي ترى هذا القرآن هو اللي راح يرفعك بالدنيا والآخرة. وقبل أن نطلع قال ترى الشريط اللي سجلتوه بالصلاة أبيكم تجيبوا لي نسخة منه وتهدوني إياه. قلت له حاضر تبشر، وخلصنا يمكن بأقل من شهر. وفعلا دقيت الله يذكره بالخير على عبد الرزاق المشاري وقتها كان أبو عبد العزيز مدير مكتب صاحب السمو. نعم. دقيت عليه وأنا والله أمانة ما كنت يعني متصور ردة الفعل. دقيت عليه قلت له أبو عبد العزيز معك محمد البراك، هلا ولدي. فقلت له أنا سمو الأمير كان طالب مني أني أنا أهدي صلاة القيام اللي صليتها في 27. نعم. قال بس خلاص، قال عطني شوي وأرد عليك أو أدق عليك عشان أحدد لك موعد متى تي وتقابل سمو الأمير، أو ندز لك سيارة هي تأخذك وتجيبك حق قصر. نعم. السيف قصر بيان وقتها كان. نعم. والله أقل من 10 دقائق ويدق علي أبو عبد العزيز قال لي باكر أنت الساعة 11 عند مكتب سمو الأمير. ما شاء الله. فرحت لليوم الثاني دزولي سيارة ورحت له وقابلتك، كنت فقط أنا وياه.
نعم. حتى قال حق عزيز خلنا بروحنا أنا ومحمد وقاعد يسولف الله يرحمه والله يروح علينا. أنت شلون بديت وشنو شنو تحب وشنو ما تحب وين ناوي تكمل دراستك؟ فقلت له أنا والله يعني يبا ناوي إذا خلصت الثانوية أروح وأكمل دراستي بالسعودية. قال لي خلاص دراستك علي، متى ما خلصت الثانوية تواصلوا يا أبو عبد العزيز وموضوعك كله خالص عندي. سبحان الله خلصت الثانوية ودقيت على أبو عزيز قال ترى سمو الأمير ينطرك، سويت خلصت؟ قلت له أبشرك خلصت والحمد لله يعني. قال لي نقل الجامعة اللي تبيها. أنا وقتها قلت له ناوي أدرس في السعودية، ما كنت حاط ببالي يعني جامعة معينة. نعم. فوقع اختياري على يعني أفضل مكان على وجه الأرض اللي هي مكة المكرمة. نعم. فدرست فيها المرحلة الجامعية كاملة بدعم ويعني توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم رحمة الله عليه الشيخ الله يرحمه جابر. وشوفوا ترى لولا كل هذا يعني لولا القرآن لما صارت ولا ما تهيئت لمحمد البراك كل هذه الأمور. بس إن الشيخ جابر رحمة الله عليه صلى خبرني أي أنا ما كنت أدري بالمقابلة اللي قابلنا فيها المقابلة الأولى. نعم. قال لي شنو كان شعورك يوم صليت وخلفك هذه الآلاف المؤلفة؟ قال أنا كنت حاضر الصلاة وشفت حضور الناس والناس كانت متأثرة، فهني أنا عرفت. وبعدين عرفت من المرافق الخاص له أنه كان موجود وكان بالسطر الثالث على اليمين، كان يعني جاي حتى يعني متلثم رحمة الله عليه عشان ما حد يعرفه رحمة الله عليه. وبعد هاللقاء الشيخ محمد يعني التقيت بالشيخ ياب رحمة الله عليه. أنا طبعا يوم أنا كل سنة دراسية أخلصها أروح أطلب مقابلته عن طريق مدير مكتبه وأقابله اللهم لك الحمد، إلين ما راح وسافر رحلته العلاجية كانت ب 2002 أيضا، حتى تواصلت معه عن طريق الاتصال. يعني تشرفت بمكالمة الشيخ مشعل أحمد، كان رفيق الشيخ جابر هناك، ووصلت له سلامي. ويوم رديت تخرجت 2004 واستلمت الشهادة قابلته، جزاه الله خير الشيخ محمد الخالد المسيح عليه بالخير، وهو اللي رتب لي هذه المقابلة. نعم. بحضور الله يرحمه ويغمد روحه لنا الشيخ سعد والشيخ جابر كانوا موجودين. حتى يوم سلمت عليه قلت له ترى يبا أبشرك خلصت وهذه هي الشهادة. قال لي ليه تقرأ قرآن وتجود القرآن؟ مع أنه كان يعني توقعته يمكن ناسيني أو ناسي محمد الصغير اللي قابله قبل 15 سنة. قلت له يبا، يقول يلا سمعني وسمع الشيخ سعد. فقرأت لهم والله بعض الآيات القرآنية، عسى الله يا ربي يحللهم ويدخلهم أعلى جناته يا رب. كان هذا آخر لقاء، كان هذا آخر لقاء ما بيني وبينه يعني. بس شيخ تسمح لي بوجه رسالة لكل واحد يتابعنا، نقدر كل المشاركات لأن في محبة وتقدير من خلال مشاركات الناس عبر هاشتاغ ليالي الكويت. أتمنى من الجميع إذا في سؤال لفضيلة الشيخ علشان نقرأه، أما الثناءات ما أقدر أخلي أقرأ واحد وأترك الثاني لأنها بصراحة وايد موجودة عندنا. فنتمنى أي سؤال محدد لفضيلة الشيخ إن شاء الله بنقدمه له على الهواء مباشرة. والحين معنا اتصال يمكن تكلمنا شوي عن سيرة الشيخ محمد البراك، راح نتكلم الحين مع صديق من أصدقاء المقربين وهو الإعلامي محمد سعدون الكواري من أكيد شقيقة قطر، وهو معنا الحين على الفيس تايم. مساك الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. مساك الله بالنور، تحية لكم، كل عام وأنتم بخير، والله يتقبل منكم صالح الأعمال. شكرا لكم على استضافة الشيخ محمد براك، كواحد من جمهوره أشكركم لأنه هو مقصر في التواصل في الإعلام وصراحة نادر ما نشوفه في لقاء تلفزيوني، فأشكركم على استضافة. الله يعطيك العافية وتحية لكل أهلنا أكيد في دولة قطر الشقيقة. ومنورنا الزميل محمد سعدون الكواري، ماذا تقول أو بداية وين التقيت بالشيخ محمد البراك؟ احنا التقينا اول مره في مانشستر، كان سنه 2010 و 2010 كنت انا ادرس ماجستير في بريطانيا والشيخ كان يدرس دكتوراه في مانشستر، انا كنت في لندن وهو كان مانشستر. فبين المقربين يعني هو دالني على هالسالفه لان انا هو من الناس اللي طفولتي وانا اتمنى يعني اتعرف عليه، فعن طريق الفيسبوك ارسلت له رساله طلبت فيها تعارف. اول شيء طنشني ست تقريبا فرصة التواصل ورد علي وكذي، وبعدين تشرفت بلقاء في مانشستر. لكن الله يشكرني يعني من الناس اللي فعلا من طفولتي أنا متعلق فيه وأثر فيني وأثر يعني يمكن في ملايين الشباب في جيلي. إيه أنا بيني بين محمد الشيخ محمد سنتين بس، فكل جيلنا تقريبا تعلق بصوته من طفولته. إيه بس إنه يقول الشيخ محمد البراك إنك وايد تحب البامية. هو اللي يحب البامية. هو ما يروح بيت يعني إذا أدخل عليه، هو أول شيء خجول بس إذا أخذ عليك عاد الله عينك. أول تقول له عندنا مثلا عشاء، شنو عشاءكم؟ تقول له من أخر بيت ما يأخذ البامية.
هو سبحان الله يحب البامية بالذات من أمه يعني الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية. آمين. البامية نعم. شنو تقول لنا محمد عن شخصية الشيخ محمد البراك اللي يمكن المشاهدين والناس ما تعرفها؟ والله يعني شوف شيخ محمد البراك أول شيء ما شاء الله تبارك الله يعني عنده كنز من كنوز الدنيا اللي هو القرآن الكريم. الحمد لله. ويمكن أنا يعني بين الناس اللي يفهمون في علوم الدين وفي القرآن الكريم لما أناقشهم عن الشيخ محمد يعني وايد يقولون ثناءات، لكن واحدة من أهم يعني الأشياء اللي قالت لي شخصيا عن الشيخ محمد براك كان من الشيخ فهد كندري. فالشيخ فهد كندري يقول أن محمد براك ظاهرة تتكرر مرة في 50 سنة، مش لأن صوته جميل أو قدر يكون إمام لمئات الألاف وهو عمره 12 أو 13 سنة، يقول لكن لأن في هذا السن الصغير اللي يعني حتى لحين ما بلغ قادر يحس ويستشعر الآيات وقادر تأثر فيها ويقراها بالقراءة الصحيحة وبالمقامات الصحيحة ويعرف آيات الحزن وآيات الفرح، وهذه فعلا يعني موهبة صعب جدا واحد في هذا العمر يقدر يعني يتقنها. فهو ما شاء الله عليه يعني إنسان الله أكرمه بالقرآن الكريم. على المستوى الشخصي هو شخصية جميلة جدا، وفي ناس يعني تقعد سبحان الله سنين ودك تقابلهم ودك تلتقي فيهم. أنا من طفولتي مثل ما قلت لكم يعني كنت أتمنى أتعرف يوم من الأيام على الشيخ محمد براك، ولما تعرفت عليه سبحان الله حبيته زيادة وقلت يعني ليتني كنت أعرفه من سنين. ففعلا شخصية جميلة والله ظاهر الظاهر أبو سعدون الشعور، لأن من دشيت ويانا الاتصال ما تحكى شيخ وكأنه متحفظ. لا والله. هو شوف أنا لأنه هو بس ترى قاعد يقول الإيجابيات أنا ساكت عشان لا يقول السلبيات. زين عطى سلبيات شيخ. لا والله أنا أبو سعدون من الناس اللي تشرفت فيهم ومعرفتهم، ويعني شهادتي في أبو سعدون مجروحة بصراحة، ما أقدر أقول أي شيء. والله عزيز كل الشكر لك زميلنا أخونا محمد الكواري على وجودك اليوم معنا في ليالي الكويت. الله يرحم والديك، مشكورين على استضافتي وكل عام وانتم بخير. شكرا مرة ثانية على استضافة الشيخ، ورسالة مني لكم للشيخ من خلالكم أن أعتقد حان الوقت أن يسجل ختمة كاملة، وفي نفس الوقت يعني دعوة لكل اللي يسمعنا ويتابعنا إن كان من ناس متخصصين، إن كان من تلفزيون الكويت، إن كان من قائمين على الإعلام، بدعم يعني هذا المنتج اللي راح يعيش مع محمد ومعانا جميعا ان شاء الله سنين، وحتى يستاهل شفيع لنا ان شاء الله بعد وفاتنا جميعا. المهم ابو سعدون خفف اللايفات شوي. حاضر ان شاء الله. وتحيه لكل اهلنا اكيد في دوله قطر الشقيقه، وتحيه للزميل محمد سعدون الكواري. الختمه شيخ. الختمه يعني انا ان شاء الله حاطها ببالي، وباذن الله يعني هذه السنه باذن الله راح تكون يعني سنه خير. نعم. سواء هالسنة أو يعني على بداية السنة القادمة إن شاء الله، بس يعني تزول هذه الغمة إن شاء الله عن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين إن شاء الله. والنية إن شاء الله موجودة أني أسجل ختمة بإذن الواحد لحد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إحنا مكملين معاك شيخ، لكن زميلنا علي مبارك مضطر أنه يخلينا الحين. وين تروح؟ وين تروح؟ عندي الحين مستضيفيني الحين في برنامج زميلنا أبو أحمد لويس الإعلام الكبير محمد لويس مرخوص علي، إن شاء الله يتابعون شيخ. يعني أنا وايد حزين أني بروح، لأن يعني تشرفت أن أكون أول شيء يمك وأني أسمع كل هالكلام الجميل اللي فعلا يشرح الصدر. الله يطول لي عمرك. أنا اللي شرط فيك، وإن شاء الله نلتقي مرة ثانية بإذن الله. خب بالسرة. آه ما يحفظك إن شاء الله. عزيز الله. يلا شكرا إن شاء الله على خير. أكيد. هلا. موفق إن شاء الله. عليه. والجائزة إذا ربحت بعطيها الشيخ. يا سلام عليك. بعطيها الشيخ. يلا يستاهل. يستاهل أكيد. أكيد مكملين معك الشيخ، لكن بعد هذه اللقاءات مع سمو الأمير عسى الله يرحمه ويغفر له الشيخ جابر، انتقلت إلى الدراسة في المملكة العربية السعودية في جامعة أم القرى. نعم. منو التقيت من الأئمة والمشايخ هناك في المملكة؟ والله شوف دراستي في مكة وفي جامعة أم القرى اللي قضيتها 4 سنين هناك كانت من أجمل وأمتع الأيام اللي أنا عشتها بحياتي. أول شيء لقربها من بيت الله سبحانه وتعالى، هذه أفضل نعمة وأروع شيء ممكن يحصل للإنسان. صحيح. إن الحرم يكون يمه، وإن كل صلاة عن 100,000 صلاة، إيش تبي أكثر من كذي؟ ما تبي. أنا أذكر حتى أول رمضان غبت عن الكويت، دقوا علي المسجد الكبير الله يذكره بالخير ويد الفاضل، فقلت له والله أبو حمد يعني أنا أعتذر بهالسنة، لأن يعني ما ودي أفرط في 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 الأجر العظيم اللي بحصله من وجودي وصلاتي في مكة، وي عندكم الكويت إن شاء الله اللي موجودين فيهم الخير والبركة ويسدون إن شاء الله. فيعني من مزايا
السنوات اللي جلستها في مكة اني تعرفت على كوكبة جميلة وثلة يعني رائعة من كبار القراء والمشايخ وأئمة الحرم، منهم الشيخ الله يحفظه ويطول بعمره الشيخ عبد الرحمن سديس وسعود شريم وماهر المعيقلي منو بعد والشيخ عمر سبي رحمة الله عليه رحمة الله فكانوا وهم أيضا حتى دكاترة داخل الجامعة، يعني كانوا يدرسون ويعطون محاضرات وبنفس الوقت هم أئمة للحرم المكي الشريف. فهذه كانت يعني من أجمل الأمور اللي قد نقول صارت في حياة الشيخ محمد. أكيد. لكن شيخ علاقتك بالدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس كانت شوي مختلفة، ونبي نتكلم عن تفاصيلها أكثر، عن زيارة الكويت شلون تمت. طبعا أنا والله في هذا موقف يمكن يعني خلينا نقول مضحك شوي شلون انا تعرفت على الشيخ عبد الرحمن. انا كنت ماخذ معي تسجيلاتي انزين وحاطها مخباتي وكنت مصلي بالحرم، وادري هم يطلعون الائمه من باب اجياد اللي يم باب الملك عبد العزيز. فتدري زحمه وناس، فسلمت عليه وقلت له هذه هديه من اخوك الصغير اشرطتي وكذا. هو ظاهر ما سمع عدل ان اشرطتي وكذا، فقال اي جزاه الله خير الشيخ وجزاك الله خير وهو معروف عندنا وصوته جميل وكذا. انا ما ادري يعني هل مثلا بيجاملني ويمشيني، هل شنو ما فهمت شنو وضعه، وناس وايده كانت. فالمهم خليت الموضوع، بس هو ما شاء الله كان ذاكر الشكل اللي اهداه الاشرطه. نعم. المهم بعد ايام صادفته سبحان الله، انا كنت بمحاضره باحد القاعات في الكليه، وهو كان بمحاضره ثانيه في احد القاعات، وتدري نفس الوقت انتهى الوقت، فانا طلعت ولا هو طالع ما شاء الله وماسك بشته وطالع من المحاضره، فسلمت عليه وحبيت راسه. يقول لي هلا شلون شيخنا، شلون الشيخ محمد البراك في الكويت؟ انا قلت ايه الظاهر الشيخ مضيع. فقلت له معاك انا محمد البراك. قال لا مو معقول. قلت له اي والله انت الطفل الصغير. قلت له اي انا الطفل الصغير. ويا حليله يمسك ايدي ويصر الا قال لي عندك محاضره؟ قلت له لا بس خلص. قال خلاص عيل انا بوصلك معاي بالسياره. وكانت هذه هي يعني خلينا نقول العلاقه اللي تطودت مع دكتور الشيخ عبد الرحمن السديس، واستمرت هذه العلاقات. كنت ازوره للبيت، كنت اصلي في مسجده. متى اخر مره زرت فضيله الشيخ عبد الرحمن السديس؟ اخر مره زرته لا والله من زمان، لان لما اروح الحرم صعب اني اتواصل معه كذا، بس يعني مكالمه اول رمضان تواصلت معه وباركت له بالشهر. اتصال اي نعم بيني وبين اتصالات وكذا. نعم. يعني هناك بالبدايه كان معروف عندهم لما رحت طالب ان محمد البراك واصلهم اصواتك وتلاواتك موجوده هناك في التسجيلات، خاصه في الحرم. نعم. لما تطلع يعني غالبا ما كانوا يسجلون يحطون التسجيلات الخاصه فيني طبعا وانا صغير. الناس لما اقرا وانا كبير ما يعرفون، يقولون منو هذا ما يخالف صوتك حلو ومقبول بس يعني منو هذا. فلما اقول لهم الاسم انزين انت يعني انت نفسه اللي كنت صغير. فانا هذه يعني وشيء والله انا اعتز فيه امانه ان الطفل اللي الناس تعلقت بصوته نعم وهو صغير واستمر معاهم وهو كبير، هذا بصراحة يعني شرف لي أنا أولا وحق أهلي وحق ناسي، ويعني هذا الذخر اللي أنا حصلته في الدنيا. أنا أذكر حتى مرة واحد من الحسابات سوى قراءة لي قديمة أو دعاء أنا كنت مشهور فيه وأنا صغير. نعم. اسمه يبدأ ببسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور. فخذ الصوت وانا صغير وخذ دعائي وانا كبير قريت بنفس الصيغه ونفس الدعاء ونفس الترتيل، فحطهم. هذه كانت ب 91 وهذه كانت في 2019 و2018. نعم. فنزلتها وهذا المقطع لاقى قبول عند الناس شيء مو طبيعي، والتعليقات كانت كثيره. واحده من التعليقات اللي بصراحه انا اعتز فيها وافتخر فيها، واحده يعني الله يحفظها قالت يا وليدي انت بعيوننا بالظل صغير ما راح تكبر مثل الأم ويا عيالها، مهما كبروا بيظلون بعيونها صغار. نعم. فقلت حفظ. والله إذا كان هذا السبب هو القرآن فأنا أتشرف بهذا الأمر. أكيد. ويعني نعم. عسى ربي إن شاء الله يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. آمين يا رب العالمين. يمكن وايد طلبات شيخنا بالتويتر تبي تسمع تلاوة من القرآن، وإحنا الوقت بعد قاعد ياخذنا، راح نسمع إن شاء الله دعاء اليوم لكل أهل الكويت، لكن لو نسمع تلاوة من القرآن الكريم. نتشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. احنا في شهر رمضان وبداية رمضان وقلنا يعني نقرأ في هذه الآيات الكريمة وترى القرآن يعني الله سبحانه وتعالى إذا نزل القرآن في قلب شخص الله سبحانه وتعالى راح يبارك له بجميع حياته وبجميع أموره. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مع من؟ جبريل عليه السلام، فكان أفضل الملائكة وسماه الله سبحانه وتعالى الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، ونزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان أفضل الأنبياء وسيد البشر، ونزل القرآن علينا إحنا أمة محمد فكانت خير أمة أخرجت للناس، ونزل القرآن في شهر رمضان فصار شهر رمضان هو سيد الشهور والأزمان، ونزل القرآن في ليلة القدر فصارت هذه الليلة من أفضل الليالي، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فتخيل أخوي محمد أخوي عبد الله لو نزل هذا القرآن في قلبي وقلبك وقلب أمي وقلب عيالك وقلب لكانت الحياة أمر آخر. هذا شهر القرآن فضيلة الشيخ أكيد، وإحنا وصلنا حق الدقائق الأخيرة ومو معقولة محمد يمكن نختم هذه الحلقة من غير ما نسمع دعاء من الشيخ. دعاء محمد تبي تقول شيء؟ عندي سؤال بس شيخ اللي كنت بتحلفني فيه قبل الحلقة. تفضل. وعلى عجالة إذا تكرمت، علاقات مع فنانين؟ إيه طبعا. منو؟ وايد والله. اسم؟ أبو خالد رويشد ونبيل شعيل وحسن البلام وكثار يعني، بس هذه أغلبهم اللي علاقتي معهم متواصلة يعني. الله يعطيك العافية. طبعا وصلنا لختام حلقتنا مع الشيخ. وهذه ترى عفوا هذه ترى رسالة، مو معناه تقارئ القرآن ما له علاقات ويا في بعض الناس عندهم تحسس. بعض الناس يتحسسون، ولكن هذه أنا حتى نصيحة خذيتها من فضيلة الشيخ عمر سبيل. نعم. رحمة الله عليه. كان يعرف أن لي بعض العلاقات وكان في بعض الفنانين صارت لهم مشكلة بذاك الوقت. نعم. فأنا تدخلت مع هذا الشخص وتواصل مع الشيخ عمر وبيّن له هذا الموضوع وأنه يعني لا تلتفت لما يقال و إلى آخره، وقال بالعكس هذه شيء طيب أن أنت احنا تواصل. نقول الله يرحمه ويجزاك خير على هذه الروح الطيبة ولا كثر من أمثالك وعسى الله يكتب لك الأجر. عبد الله وصلنا للختام ونترك أكيد مشاهدينا مع فضلة الشيخ والدعاء. أكيد تصبحون على خير مشاهدينا ونترككم مع هذا الدعاء من فضيلة الشيخ محمد البراك. كل الشكر على وجودك. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أنا والله تشرفت بتواجدي وياكم، وإن شاء الله يا رب نلتقي بأوقات إن شاء الله تكون زايلة هذه الغمة يا رب العالمين. نعم تفضل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا يا رب العالمين اللهم إنك تعلم أن من بيننا من يشتكي هما ومن بيننا من يشتكي
يشتكي فقرا ومن بيننا من يشتكي مرضا ومنا من يشتكي ذنبا اللهم فأعط كل واحد منا مسألته يا كريم اللهم لا تبلغنا نهاية هذا الشهر إلا ونحن في أتم حال وصحة وعافية يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.